بينضم لينا على التليفون الباشمهندس هشام قنديل وزير الري. سيادة الوزير اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك هل من حل لأزمة نقابة المهندسين أم أن الموضوع سيأخذ بعض الوقت؟ مع حضرتك بقى معرفش ما تعريف حضرتك لبعض الوقت دوت إيه يعني، لكن هي يعني نقابة المهندسين من أكبر النقابات في مصر، فيها 480 ألف مهندس. أيوه. مقدار الأصول بتاعتها حوالي 3 مليار، بتصرف معاشات لـ 68 ألف واحد كل شهر، بإجمالي سنويا حوالي 60 مليون جنيه، وطبعا يعني عليها مهام ثقيلة في رفع مستوى يعني المهنة ومستوى المهندسين، فهي النقابة فعلا يعني ذات ثقل. النقابة زي ما متابع حضرتك على التلفزيون يعني، وانا كنت مع الإخوة الصبحية النهاردة. أيوه. بترزح تحت وقت الحراسة منذ 17 سنة، يعني طبعا حاجة يعني صعبة جدا. الإخوة بيتكلموا على تباطؤ من الحكومة قد اتفق معاهم قبل الثورة، لكن بعد الثوره مع اعتقد دوت مش صحيح. احنا بعد الثوره وقبل الثوره واحنا يعني كحكومه اكيد بعد الثوره نستمر في احترام القانون. القانون حضرتك حكم في 2009 بالغاء الحرس. الحارس استشكل واسف يعني عمل دفوع قانونيه. المهم تم الحكم نهائيا 14/8/2011. ايوه الحكم بقى نهائي، لكن حصل عليه ما بيسمى استشكال. الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم. الاستشكال من مين يا باشمهندس؟ يا فندم؟ الاستشكال من مين حضرتك؟ الاستشكال من الحارس يا فندم. من الحارس القضائي يعني الحارس القضائي اللي عين بحكم محكمة. طب والحارس القضائي يعني ببساطة كده للناس يتبع مين أو يعني أو إيه؟ ببساطة يا فندم بتعين المحكمة، عينته المحكمة. يعني ممكن يكون شخص آخر يعني، لكن تم تعيين فرض الحراسة على النقابة من سنة 94. طيب هو مصلحته إيه يا باشمهندس في إنه يعمل استشكال؟ طيب أنا هقول لحضرتك هو بيقول إيه. أنا يعني فضل. لما نخش في نفوس الناس يعني، هو الراجل بيقول أنا جاهز أسلم، بس لما الحكم طلع ما كانش فيه أسلم لمين. لكن هو بيقول إن هو يعني عايز يسلم. فالوضع حاليا دلوقتي ان احنا يعني انا تشاورت مع الاخوه جموع المهندسين، كان عندنا اجتماع هنا في مكتبي. ايوه. ممثلين ليهم طبعا يوم الجمعه اللي فاتت. ايوه. قعدنا الحقيقه اربع ساعات لحد ما اتفقنا على يعني اطار العمل. وهم برضو كان عندهم اخوه قانونيين بيعتقدوا ان احنا ممكن وزير الري يشكل لجنه دون الانتظار الى نتيجه الاستشكال. قعدنا معاهم برضو مع الاخوه القانونيين اللي يعني بيساعدونا في الوزاره لمدة 6 ساعات امبارح. وصلوا لنفس الكونكلوجن ان وزير الري لا يملك حتى الان تشكيل لجنه الا اذا كان في تراضي او الا اذا كذا حاجه، لكن اهمها اما ننتظر لواحد عشرة حين النظر في الاستشكال ده بعد اسبوعين يعني، او اذا كان الحارس يرضى ان هو يبدا في اجراءات التسليم ويسحب الاستشكال بتاعه على وعد وعلى اساس ان الوزير سوف يشكل لجنه. جاري على حاليا تشكيل اللجنه. ايوه. نتعشم ان الحارس يلتزم وهو يعني ان شاء الله يلتزم بوعده، ونبدا في اجراءات التسليم في خلال ايام قليله. لا قدر الله لو حصل فيه يعني لما تمكن من عمل ذلك، ان شاء الله بعد اسبوعين المحكمه تحكم برفض الاستشكال، وساعتها الوزير المختص اللي هو انا اقدر اشكل هذه اللجنه بدون مشاكل. ويعني زي ما كلمت مع الاخوه المهندسين النهارده يعني هم طبعا الحقيقه يعني بيقول لي 17 سنه صابرين، فبقول لهم يعني ابشر الصابرين فاضل اسبوعين او ايام قليله ونحتفل بعوده نقابتنا لينا كمهندسين بعد 17 سنه من الحراسه. يا رب ربنا يسمع منك وابشر الصابرين فعلا. باشمهندس هشام قنديل وزير الري بشكرك شكرا جزيلا على الإيضاح. قلنا قليلا من الصبر، جميع المطالب هي مطالب عادله وحقيقيه وفي الصميم، سواء مطالب المعلمين سواء مطالب الدكاترة أو المهندسين أو غيرهم من الفئات المهمشة أو القوية المحدودة تعليميا أو المرتفعة وصلت لمراتب عليا في العلم. في النهاية كل المطالب حقيقية، ولكن دايما بقوله وبعيد على حضرتكم بنطلب ده من مين؟ يعني الحكاية بتحتاج لقليل من الصبر، ما عندناش حل. وبعدين بنتكلم عن 17 سنة نصبر قليلا مع انه وضع مخزي ومؤكدين على ده، ولكن قدامنا ايه؟ الضغط على مين؟ قلنا حد عيان مش ممكن نضغط عليه عشان يقوم يجري، هيقع ينكف على وشه. قلتها لحضراتكم اكتر من مره. احمد شوقي
بشكرك على تحيتك، ولكن سؤاله هل من شك أن أمريكا وإسرائيل عاملين غرفة عمليات ومش بيناموا ومش سايبيننا في حالنا؟ لا طبعا ما فيش شك، يعني أكيد ليهم مخالب في مصر. طبعا يا أستاذ أحمد أكيد ليهم مخالب في مصر، وأكثر من مسؤول كبير أكد أنه أن جهاز المخابرات الذي لا يمد أصابعه الآن في مصر أكيد جهاز لا يجب أن يحاكم بتهمة الغباء. ما هي المخالب ومن هم رجال أمريكا في مصر الذين يخدمون أجندتها وأجندة الكيان؟ الإعلام والداخلية، هو بيتساءل هل هم الإعلام الداخلية الوطن السابق المجلس الأعلى العلماليين والليبراليين الأحزاب الجديدة الغير مفهوم مصادر تمويلها؟ أبو أسامة عايز أقول لك إن مبارح الأستاذ محمد عصمت سيف الدولة والعهدة عليه أكد إن وتساءل تساؤل مهم جدا، إلى أين ذهب التحقيقات اللي كان مفروض تجرى لمعرفة من يتلقى التمويل ومن أين؟ وهو زعم بالأمس على حد مسؤوليته أنه تم إغلاق الموضوع من أمريكا لأنها قالت لمصر أنتوا عايزين تكشفوا عن الناس وأنتوا مش عايزين، طب هنعمل كذا وكذا وكذا. ده على حد روايته. هيكون معنا المفكر الكبير دكتور سعد الدين إبراهيم يمكن يزيدنا وينور الطريق خصوصا بقدرته على استقراء الواقع الأمريكي. ونذهب جميعا للمجلس القومي لحقوق الإنسان اللي بدأ سلسلة من المؤتمرات لمناقشة القضايا والمشاكل الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ودي محاولة من المجلس لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تتمتع بشفافية وترتقي نتائجها لطموحات الشعب. الواحد من عينه ولا يكتر على ربنا أن يشوف اليوم اللي تجرى فيه هذه الانتخابات النزيهة في هذه البلاد.